متابعي ومتابعات قناة خديجة أم إسحاق، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مبروك عيدكم. اليوم جبت لكم وصفة جديدة، غريبة المعلكة، كتجي كحلة بالجنجلان والكوك. ندوزو للمقادير. بالنسبة للمقادير، عندنا 4 ديال الكوك، 4 ديال الجنجلان محمر ومطحون، عندنا 4 ديال البيضات، 6 ديال المربعات ديال الشكلاط كحل، 6 مربعات شكلاط بيض، خمارة وحدة، 2 معالق كبار ديال الكاكاو، و4 ديال سنيدة. هادو هما المكونات ديال المقادير. ندوزو دابا للطريقة. بسم الله على بركة الله. غادي نبدا. درت السنيدة ديالي هنايا، غندير دابا البيض. واحد قرصة ديال الملح، صافي كنخدم البيض مع السنيدة. كنحاول نخدم ديك السنيدة مزيان مع البيض. عندك الباطون تقدري تستعمليه، يعني كتختمي به شويه. عاد كنزيدو المكونات اخرى. صافي، من بعد ما انسجم ليا الخليط غنزيد عليه المكونات الاخرى اللي انا ديجا درتها مع بعضها على هذا الشكل. هذا هنا خلطت المكونات اللي عندي كامله. عندي جنجلان، عندي جنجلان، عندي الكوك، كاكاو وخماره. دابا غنزيدهم على الخليط. من بعد ما خلطنا البيض وسنيده، دابا غنزيدو النواشف اللي جمعت مع بعضياتها. غنضيف كل شيء وغادي نجمع العجين. غنجمع الغريبه ديالي على هذا الشكل. هذا الشوكولاط غادي نخليه هو الاخير. صافي، كنجمعوا النواشف. مي كتخلطيها مزيان تقدري توضعيها في الثلاجه ترتاح عاد تخدميها. غير هي تحاولي انك الا كان الكوك عندك ما ميدمش راه غتقدر تنشف ليك. الكوك خصو يكون ميدم باش كتجيك غريبه زوينه ومشقه. كتجي هاد غريبه زوينه وكنتمنى انكم تجربوها. دابا غادي نزيد الشكلاط كما قلت لكم هو الاخير. دابا غادي نحاول غير ندخل الشكلاط، غير ندخل الشكلاط صافي، وغادي نخليها ترتاح واحد 5 دقائق عاد غادي نبدا نخدم فيها في سكر كلاصي. صافي، عاد تحسي بها انها انسجمت صافي كتحبسي غير داك الشكلاط يدخل فيها صافي. دابا غندوزو باش غادي نكورها ونديرها في سكر كلاصي. من بعد ما دازت واحد نص ساعة صافي كتجي على هاد الشكل. هذا كناخد كتاخدو الحجم اللي بغيتو على هاد الشكل. هذا صافي كنديرها في سكر كلاصي. عاودكم وحده اخرى. كان عندكم ميزان تقدروا تستعملوا الميزان باش تجيكم شكل واحد. صافي كنحاولوا نكوروها مزيان وكنستنى تهز سكر كلاصي. هو سكر كلاصي خصو يكون نوعيه جيده، سكر كلاصي سبيسيال هو اللي كيجيبها مزيانه.
صافي دابا غنستمر على هذا الشكل هذا حتى نكمل لوجينا اللي عندي. بالنسبه للغريبه الثانيه عندنا غريبه بالسميده والكوك. بالنسبه للمقادير عندنا ربعه ديال الكوك، سميده حسب الخليط، كاس ونص ديال سنيده، كاس ونص ديال زيت، ثلاثه ديال البيضات، نصف خماره، وعندنا ملون برتقالي، وعندنا روح ليمون. هادو هما المكونات ديال الغريبه. ندوزو دابا للطريقه. نبداو على بركة الله، كنديرو البيض، كنزيد عليه سنيدة، كنخدمهم مزيان. من بعد ما خدمت البيض وسنيده مزيان غنزيد دابا الزيت، كاس ونص، نعاود نخدم. غنزيد دابا شويه ديال روح الليمون، وغادي نزيد شويه ديال ملون برتقالي، غير شويه لانه كيعطي كولور دغيا. كولور كيطلق. نزيد شوي لان مع الكوكو هذا راه غادي يزيد يبهت ليا اللون. صافي نزيد دابا الكوك، نزيد خمارة، سميدة حسب الخليط، نزيدو غير شوية بشوية. كتكون خفيفة شوية، ما كتكونش ثقيلة، لأن إلا ثقالات ما كتفكاش لينا، ما كتعطيناش التشققات اللي بغينا. غنزيد غير شوي، صافي كنظن انها راهي هذيك. نخليها ترتاح واحد دقيقه ولا جوج، وغادي نكركبها ونفندها في سكر كلاص. صافي كيجي هذا هو القوام ديالها، كتكون خفيفه شويه. دابا غادي نكركبها ونديرها في اللاطه ديالي باش ندخل الفرن. بالنسبه للطياب ديال الغريبه الاولى والغريبه الثانيه، منين كنفندهم في سكر كلاصي كنستفهم في اللاطه ديالي، كندخلهم للفرن لتحت هو الاول حتى بدات تفكر عليا، عاد كنطلعها الفوق تكمل لي الطياب ديالها. هذا الطياب بالنسبه للغريبه. صافي بالنسبه للخدمه بحال اللي درنا قبيله الغريبه ديال الشكلاطو والجنجلان. صافي كنفندها في سكر كلاصي بحال هكا، وكنضغط عليها يعني، وكنستمر الكميه اللي عندي كامله، وندخل الفران كما قلت لكم لتحت هو الاول عاد فوق، حتى تشقق لي لتحت عاد نديرها الفوق.